ارتأينا اليوم تخصيص هذا اليوم الطبي لمعالجة هذا الموضوع، واستضفنا العديد من الأطباء من العاصمة ومن وهران، محاضرة سيلقاها أستاذ أجنبي من بلجيكا، وذاك محاضرة أيضا سيلقاها أستاذ من تونس. المضاعفات تاعو اللي هما الذبحة الصدرية والجلطة الدماغية والقصور الكلوي، يعني يشكل من هذا المرض أول قاتل في العالم قبل الأمراض المعدية وقبل السرطان وقبل أي شيء آخر يكون مسؤول عن الموت تاع المريض. الأدوية راهي كاينة، حنا انسيستي على المريض باش يروح يفوت باش يداوي في الوقت. الضغط الدم المرتفع عند المرأة الحامل سيتين باثولوجي غراف تقدر تؤدي بالصحة تاع المرأة والجنين ديالها. لوبجيكتيف تاعنا اليوم بوغ سنسيبيليزي المرأة الحامل باش تروح تتبع من ديك تعرف روحها بلي راهي بالحمل، لازم تروح تشوف طبيب.